خلينا بقى نكمل الكلام في الخطط اللي بتعملها الدولة علشان تدعم المواهب الشابة. عندنا في بقى فنون كتير، وعندنا طبعا حاجة دي حاجة مهتم بيها جدا المجتمع، بجانب كمان الحرص اللي بيحصل على ان يبقى في عدالة ثقافية وان الفنون دي توصل لكل المحافظات في مصر. احنا بنشوف ان بقى عندنا قوافل فنية بتنطلق وبتلف المحافظات كلها علشان تبتدي تنشر العدالة الثقافية. عندنا بقى القوافل الثقافية دي كورال شباب تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، اللي بيقدم عروض غنائية وفقرات فنية على مسارح المحافظات. الناس شافته وتابعته وفرحانة بيه ومستناه، حاجة بجد مبهرة. فعلا منا عندك حق، يعني قوافل فنية كده زي ما بنقول كشافة للمواهب في كل محافظات مصر. مفيش حتة فيك يا مصر لما فيه موهبة ومبدعة في كافة المجالات. نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، اللي هنعرف منه آخر تطورات قوافل الأوبرا الفنية. صباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم، وصباح الخير على مصر كلها وعليكم. هو في الحقيقة طبعا بنشكر القناة الأولى متابعتها الدائمة لكل فعاليات وزارة الثقافة. ده واجب الحقيقة، يعني اتفضل. ده واجب علينا يا فندم، يعني فعاليات فعلا مبهرة وفعاليات بيحتاجها المواطن المصري في كل مكان في كل المحافظات. بتحاولوا تقدموا كده العدالة الثقافية، ان الفن يصل لكل مواطن في كل قرية او نجعة او محافظة. هسأل حضرتك بقى عن تفاصيل الفعاليات الخاصة بقافلة الفنون لمواهب الأوبرا في محافظات مصر. والله هو ده اتفاق يكاد يعني حصل قبل كده من حوالي شهرين، برضه كنا استعنا بفريق الشباب وفريق الأوبرا علشان يبقى موجود معنا في برنامج او مهرجان عندنا اسمه مهرجان اهالينا الصيفي، وكان في قريه هيهيا او في مدينه هيهيا ومدينه صغيره. التعاون الجديد طبعا بتوجهات من الاستاذ الدكتور احمد فؤاد هنو، على اعتبار ان القطاعات تتشارك مع بعضها لتقديم كل جميل عند كل قطاع من القطاعات. فدار الأوبرا المصرية بالشراكة مع الهيئة العامة لأصول الثقافة بنقدم حضرتك فريق شباب الأوبرا، وده هيتحرك لعدد من المحافظات. هيبدأ إن شاء الله في طنطا وفي المحلة الكبرى وفي الإسماعيلية وفي الشرقية. هيبقى ده البرنامج الأول لهذا الشهر، يعني لمدة 4 مرات، وبعدين سيجدد بعده. هو ده بيعتبر من الفرق الجميلة والمتميزة جدا في دار الأوبرا المصرية. عادة يعني أهالينا في الأقاليم بيحبوا يشوفوا كل الخدمات التي تقدم لأبناء القاهرة، كل ما يقدم لأبناء القاهرة الآن يقدم لأبناء الأقاليم، مش بس القوافل الفنية لدار الأوبرا المصرية فقط هو اللي يقدم. لا، حضرتك من شوية أذعت فقرات ثقافية لبرنامج العالم عالمين. عالمين صحيح. وحضرتك مش عايز أقول لك يوميا يوجد على الممشى في العالمين فرق الهيئة العامة لأصول الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافي السيرك، وأيضا كان موجود دار الأوبرا المصرية بنفس الفرقة دي، وكان امبارح في أوبريت ميوزيكال لمدة نصف ساعة اسمه العالم عالمين من تأليف محمد مصطفى ومحمد ميزو واختار محمد طايع، وحضروا معالي الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو ومعالي المستشار محمود فوزي والأستاذ عمرو الفقيه، وكان في الحقيقة عدد كبير جدا من الشباب من كل مكان. إن شاء الله في تشاركات تانية قادمة أخرى مع دار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لأصول الثقافة والهيئة وقطاعات أخرى. برضك في نفس اللحظة عندنا زي ما حضرتك قلت في صيف بلدنا، الفكرة العدالة الثقافية الآن بتتحرك في كل مصر كلها، كل المصايف في شمال مصر وفي غيرها ببرنامج ثابت موجود هناك يوميا على المصايف ده موجود. أيضا في نفس اللحظة في برنامج ثاني مهم اسمه أهل مصر، أطفال المحافظات الحدودية الستة كلهم موجودين في بورسعيد في لمدة 8 أيام في حالة من الاندماج ما بينهم وما بين أطفال القاهرة والمحافظات الأخرى. في الحقيقة يعني الحمد لله زي ما حضرتك قلت فكرة العدالة الثقافية الآن بنحاول الوزارة تحققها
على قطاعات كبيرة وفي كل الأماكن يعني. فطبعا بنشكر الدكتورة لمياء زايد على مبادرتها في هذه القوافل بالتعاون مع الهيئة العامة لأصول الثقافة، نشكر دعم الوزير في الحقيقة على هذا التعاون معه. أكيد. طيب إحنا قلنا المدن اللي هتزورها القافلة، ما قلناش مدة القافلة هتستمر كام يوم؟ هو إحنا هي القافلة يوم واحد، يعني هي بيبقى العرض لمدة يوم واحد في مسرح من مسارح الهيئة العامة لأصول الثقافة، وبتتحرك بقى بعد كده لمسارح تانية خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني ده منطقي لأن حضرتك بتقول إن ده مش هيبقى موجود فقط في شهر 9، ومع بداية دخول المدارس يبقى في سهولة للشباب إنهم يقدروا يروحوا يعملوا عروضهم ويرجعوا يمارسوا مهامهم العادية. بالتأكيد، لأن في النهاية هو بيروح بيقدم عرض جيد ومحترم وفني، وهم على فكرة هم اللي كانوا مقدمين العرض الفني في الاحتفالية بتوزيع جوائز الدولة للمبدع الصغير، ودي طبعا أهم جائزة للأطفال لغاية 18 سنة، وهي تحت رعاية حرم استاذ رئيس الجمهورية، ويعتبر يعني أول جائزة في المنطقة العربية للأطفال من الدولة تسمى جائزة الدولة. في دلوقتي زي ما حضرتك برضه بتقول فكرة اكتشاف المواهب. جميل. على كل المستويات، سواء كانت جوائز كبيرة أو سواء كانت مسابقات معتبرة في الهيئة أو في كل قطاعات الوزارة. احنا ما شاء الله يا دكتور يعني عندنا مواهب مبدعة في كافة المجالات، يعني مثلا في غناء الكورال وتنمية مواهب الشباب، ازاي بقى بيتم او على اي معيار اختيار الشباب اللي بيشارك في هذه القوافل، واحنا عندنا يعني تنوع شديد جدا وعندنا تميز، ازاي بقى بتختاروا على اي اساس ان الشباب ده هو اللي هيشارك في قافله كورال تنميه الشباب؟ والله اداره الاوبرا المصريه، هو الكورال ده تابع اداره الاوبرا المصريه، واداره الاوبرا المصريه تعتبر بيت الخبره الاولى طبعا مع اكاديميه الفنون في انتقاء المواهب الخاصة بفكرة الغناء والعزف. يعني حتى احنا في جائزة الدولة المبدع الصغير ويعني جائزة المشاهير الصغير في المركز الخامس او في الاختيارات في الهيئة العامة، بين الصوت نفسه والموهوبة هي اللي تفرض نفسها. يعني في حاجات لا يمكن تطلع واحد الا لما يكون جيد، لان في النهاية هيبقى في مواجهة مع الجمهور. صحيح. يعني فالعزف والغنى ده ما فيهوش فصال في الحقيقة ولا في وصفة، لانك في النهاية انت طالع بموهبتك قدام الناس وجها لوجه. صحيح. فما فيش حد هيقبلك بعد ثانيه واحده لو انت ما انتش جاي، يعني خلاص، لان هو جاي يقعد ويستمتع، فمش هيقعد يستمتع بحاجه يعني ما هياش جيده وما هياش موهبه حقيقيه. صحيح. بيتم اكتشافها طبعا من خلال بقى المتخصصين في دار الاوبرا، اكاديميه الفنون، الهيئه العامه لاصول الثقافه الى اخره، والجوائز حتى الكبيره زي جائزه الدوله للمبدع الصغير في الغناء وفي العزف. طيب. بيتعمل كل سنه تفاصيل ايه اللي الطفل هيقدمه وبناء عليه يتم اختياره. يعني بيبقى مثلا في العزف في ثلاث مقطوعات بيقدمهم. تمام. في كل اله من الالات، وفي الغناء بيبقى في ثلاث اغاني، اغنيتين قدام واغنيه جديده، وبيع يعني تدرج بيمثل امام لجنه متخصصه من اساتذه اكاديميه الفنون والكونسرت يعني. احنا نتمنى يا رب يعني القافله دي، قافله كورال الشباب، تلف في كل مدن وقرى مصر وتوصل الفن والابداع الحقيقي لكل المصريين. اشكرك شكرا جزيلا، جهد يستحق الاشاده والتقدير، استاذ محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئه قصور الثقافه.